السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معنا بسيوني كامل، يلا نشاهد ماذا يقول بسيوني كامل. ليه الصوت؟ لأنه واضح ولا ما واضح الصوت؟ شير، الصوت واضح؟ أول حاجة نمشي نشوف الناس بتسأل تاني. قالوا لسه السوكي لسه مدورة. جماعة قلت لكم دي معارك مدورة ومعارك تاريخية، قسما بالله معارك تاريخية. المنطقة ذاتها ما بتتخلى يا أصله، ما في خيار ما في. انت نازلت من السوق، تنازلت من سنار، عشان ما يقول لك السوق سقطت ومشت. لا، نازل من السوق معناته سنار، دي كده معناته مشاكل كثيرة، الخزان معناته حاجات كثيرة. عشان كده المعركة مدورة وحتدور. شفت لحد ما الجنجويدي المكنه بتاعته تخف ويفقد الراحه ويفقد النوم ويفقد ويفقد الجيش، حيكون قاعد دخلوا ديل ما يطلع اصله. ما ولا دي ما فيها مجامله، دي ما فيها مجامله ولا فيها لف ودوران، دي ما بيطلع ما بيطلع. الجيش بهنا استغل الفرصه، دخل جبل مويه، مشى على جبل مويه، كل المنطقه مشطه، باقي لها امتار. شفنا الفيديوهات وشفنا ناس ود العمد الله يحفظهم ودون الصحة ودون العافية، ما مقصرين يفرحين الشعب السوداني. ماشيين لافين مش مشاط توك توك، الجنجويد به توك توك يهزموا لهم جيش به تاتشرات ومعركة بتاعت جبل موية قربت، قوات كبيرة جدا 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 الآن جوا جبل موية، ما في رجعة. استلام جبل موية الليلة بإذن الواحد الأحد. أخبار طيبة، أخبار مفرحة شديد. السوكي معارك دائرة، دي جبل مويل معركة مدورة، مع أنه ما معركة كبيرة لأنه الجنجويد ما في. كنا دائرين أنه يحصل المعركة، المفروض كانت تحصل، ومفروض الشغلة دي عدم هارون يمشي بهناك المعركة بتاعت الشرقي، لأنه الناس دي بهناك ما في، كلهم جو بهنا السوكي. المحور الشرقي بهناك ما فيه حاجة، الشبارقة المنقل لا ما فيها، شهود عيان كل الناس دي مشت بهناك. احنا حارسين بهناك شنو؟ احنا حارسين انه لما ينتهوا من هناك ويجوا تاني ينتظرونا ويخشوا الخنادي. انا ما بفهم ليه، في شنو الحاصل؟ شنو انتوا بتخافوا؟ انتوا بتخافوا؟ الشغله ما واضحه. شو بها الناس تجمعون كلهم محور الفاو ساقوهم مشوا بها السوقي ومشوا فزع للسوقي. ليه ما شوف؟ لان احنا اديناهم مجال، عشان كده فزعوا ناس هناك ومره. لو انت يا ادم هارون دورت عليه هنا بالشري حيمشي فزع؟ ما حيمشي فزع. طيب ليه ما بتتحركوا؟ ليه ما بتفكروا؟ ليه بتودوا الدعم حقكم في المنطقه ديك في بس تشيلوا وتتحرك من الفاو تمشي لهم في الدق؟ ليه؟ انت بدل تمشي هناك ادعموا بهنا، افتح جبهه بهنا بتاع المناقل، افتح جبهه بهناك بتاع جبل مويه، فاتح جبهه بهنا بتاع سناء، تجيت طريق السنجه بهناك افتح جبهه، دق الكوبري بتاع هل بيدخلك بين سنجه والدنيا؟ في شنو؟ ما هي شغل واضح. لكن انتوا تقعدوا تتفرجوا وتخلوا المنطقه لما الجنجويد يجي ولا الناس الصباح. طب عندنا كم كانت عندنا كم في كانت السوقي؟ 18 عربيه. وفي الزول بتاع الاستخبارات العميد المزول عارف في 18 عربيه، وكلموه قبل 4 يوم قال لي الجنجويد بيسالوا من الارتكازات، الجنجويد بيسالوا. قال لهم شنو؟ قال لهم ما بيقدروا. دي شنو؟ ياكلوها بشنو من ضابط بتاع استخبارات؟ احنا دارين نزعلك، ما بيقدروا. دي شنو؟ امنت ليها، جهزت ليها، زدت لها قوتك، عملت لها خطه امنيه، رفعت حاجاتك، ما بيقدروا. دي شنو؟ شنو دي ما بيقدروا؟ ما نحن دارين نعرف ما بيقدروا شنو؟ انت عندك 18 عربيه كانت في السوق، العربات الباقيه وين؟ عندك ناس في الجامعه مليانه، الجامعه بتاع السنار مليانه جيش، عطاله سايق قاعدين ما عندهم جيش، ودارين غصبا عنهم قاعدين، ودارين يطلعوا يدافعوا لكن مقعدين. انا ديل بدل اقعدهم هناك اجيب اعمل لهم دفاعات في السوق اهمنا ال4 يوم. أمن السوق دفاعات ودار ما يدور. في شنو؟ الحاصل شنو؟
ما نحن دارين نعرف في شنو. في ناس ما لا لا, لا بتتحرك خايفين من منو المخوفكم منو قال لكم دي, دي دي بلدك دي بلدك البلد دي كضابط دي بلدك وانت صاحب القرار اعمل قرارك الصح ولو شالوك انت تكون عملت الصح لكن تستنى عشان يوريك تعمل شنو عشان تسوي شنو يبقى انت ما عندك علاقه بالعسكريه ولا بالضابط ولا باي حاجه دي الحقيقه المعارك مفروض تكون ادارتها وقتي في مكانه انت بتغيم الوضع وبتتحرك بتقرا المشهد وبتتحرك دي عسكريه قدامك عسكريه ما محتاجه زول قاعد له في غرفه ما شايف له سنه ونص واحتمال يكون السنه اللي فقد يكون زهمر يا زهايمر هسه يكون بينسى احتمال انتوا عارفين فقدتوا اخر مره عملتوا له وهنا 200 فحصتوا له ولا هنا يمكن هسه عنده زهايمر يمكن نساكم يمكن نسى الخارطه بتاعت السودان وبتاعت العسكريه درس النساء زول قاعد معزول له سنه ونص ما طلع هيكون مقدراته الاساسيه صفاته الاساسيه متوفره للان بتحكم على نفسك اكثر منك هناك ده المفروض يكون في غرفه بتاعت الدعم اللي انت داير وتطلب منه انا داير ده الشغل اللي بنعرفه ده الشغل اللي بنعرفه تتحكم فيها انت قدام بيان بي قدام عينك عندك بي هنا بخش بي هنا بطلع بي هنا في اتواصل معاك القوات بتاعنا المناطق كلها المتحركات بيناتهم ربط لاسلكي بيتواصلوا في علينا ادعمنا من المحور الفلاني اعمل يا جماعه دي كده هي طبيعي انا ما عسكري ولا عندي علاقه لكن ده شيء طبيعي طبيعي الناس المتحركات يكونوا متواصلين المحاور يكونوا متواصلين يشتغلوا مع بعض مع بعض عشان نعمل كده لو في حاجه بندق لكم المحور هنا يتحركوا عشان نشيل يا جماعه ده شغل لكن الشغل شايفينه ده شغل بتاع ناس فقدت عندها زهايمر وفقدت ونسيت العسكريه لا بتيخ ساي ودي الحقيقه اللي حصل في السوق ده لسه احنا ما انا ما تكلمت لسه بقى انا بعرف اتكلم بيتين انا بعرف عندي التفاصيل التفاصيل تفاصيل التفاصيل التفاصيل لاننا نحن ما بننوم همنا لما انت تكون في الميدان نحن ما بننوم للصباح طلعوا بمزاجكم تقدموا للجنجويت هدايا تودوا له هدايا والبيشتغلوا اشتغلوا ما دارين تشتغلوا خلوا العساكر ديل يقوموا بيها العساكر ديل اقسم بالله يحرروا البلد ولا محتاجين لك ولا محتاجين لك كرشتك كرشتك دي ما تصير بيه كيف كنوا بدون كيف كنوا واحنا منتصرين ودي تخطها في راسكم قسما بالله لو الشعب يشيل اي واحد عكاس من انتصر حقنا ما بنخليه ما في السودان ما زي اول ما زي اول انت تعمل الدائر وتسوي الدائر ولا من حقك تعمل اي حاجه عندك حاجه مقدره انك تشتغل اشتغل احنا ما سالينا ما دار تشتغل انت مش تهوينا البلد دي ما مكتوبه لك في كرتيلا ولو عندك على شهاده بحث شيلها لكن كونك ضابط لواء ولا فريق وتتامر وخط عصايه الكلام ده ما بياكل معانا ولا بقسم معانا ولا بقسم معانا دي بلد اكبر منك واكبر من لواتك واكبر من فروعك ده سودان احنا ما بنقعد نتفرج لبلدنا عشان تضيع مفروض الان المحاور كلها تتحرك وقلنا الكلام ده مليون مره لكن في خيانه لسه وفي وسخ واحنا ما احنا قاعدين احنا ما غالبنا نحرض ونسوي لا لا وانتوا دارين نحرض احنا ما بنحرض جيشنا لكن بيجي وقت ولا براو بيمسككم قسما بالله العظيم وقولوا ان شاء الله الوقت ده ما يجي عشان كده اشتغلوا عسكريه بتاعت رجاله خلوا المحاور في كل محاور تواصلوا معانا وبيناتنا عهد انه هون بلبس دي لما تكمل البلد ولما البلد تجي وحقهم ما بنخليه انت دار تعيش بشنو بساي كده تاني ما بتعيش عشان كده دارين تشتغلوا الصح يشتغلوا الغالباء وما يشتغل والدار يبيع يفكر يمشي طوال خارج لانه دي بلدنا نحن بننتصر بننتصر وما بنبيع ولا بنركع ولا بنركع ولا بنركع الكلام ده واضح الحاجه اللي حصلت دي خير انا بشوفها خير اي حاجه تحصل خير وربنا رايدة ومهما عملنا ربنا رايدة وليه خير وربنا لو كان رايد لنا الشر كان سلم الهنباتي ده من اليوم الاول كان سلم السودان لو ربنا رايد لنا الشر الهنباتي بقوته الصلبه
وبعرباته تمام وبناسه اللي كانوا مدربين صح، ما قدر يستلم له قيادة عامة 3800 صدوا لهم 60,000، 3800 صايمين رمضان ثابتين، جنجويدي ده ما خدت رجله جوه القيادة، ما خدت رجله، ما في زول انسحب ولا في زول ترتر ولا في زول رجع، مصندين في ارتكازهم في الواطة وقايمين عليه وداقين ودق ليش. 3800 من عسكري لضابط خدتون ليكم قدام وتفرجوا فيهم، ما جون زي ديل، ما تعمل مليون 5000 ولا 4000 ولا 3000، 60,000 لا عندهم مساحة زيكم ولا عندهم أي حاجة زيكم، لكن جواهم رجالة، رجالة لا انتظروا تعليمات ولا انتظروا زول يقول لهم امشوا ولا زول يدافعوا، بلوا الناس ديل بلل، خلوهم من أول يوم الجنجويد يجاري، يوم خلوا الجنجويد يجاري، شافوا بطول رجله منهم اليوم، ده جيش بينهزم، ده جيش بينهزم ما بينهزم، والله العظيم ما ينهزم، وقسما بالله ما ينهزم، بالعملاء بالخونة بالناس اللي ما عندها شرف بالرمم بأشباه الرجال ما بتهزم، ما بتهزم، ما بتهزم، عشان ما تتعبوا، لكن حقنا نحن بنسجل لستة، تقول بتدسى وبتمشي وبرتبتك، والله لا رتبتك تدسك، ولو ما ده ده التمام بتاع الوطن، عشان الوطن يتبنى صح لازم الحساب يبدا من فوق ما من تحت، احنا ما لو سرق الضعيف فيكم وغمتوا عليه الحد والشريف خليناه، نحن بنبدا بالشريف ولا بتصلح، الخيانه من الكبير بفورة، وبنقول للبرهان